أخبار اليوم. والله انا مبسوط قوي يا اخي، كل سنه طيبين مبسوط، ربنا يخلي الحكومه والجيش وكلكم. ايه رايك في تنظيم الانتخابات واللي بيحصل والمساعدات اللي كانوا بيقدموها للناس؟ اخر حلاوه اخر حلاوه، كل سنه طيبين، اخر حلاوه الحمد لله. طب كلمه اخيره بقى للشباب اللي ما نزلش تنتخب. لا ينزل غصب عنه، ينزل يشوف مصلحته، يشوف مصلحه البلد طبعا. شكرا.